يا صباح الخير والنور، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم عندي طبخة جديدة راح اسويها معكم. طلبية اللي وصلتني امس، طلبت اشياء من منتجات الاحساء، وراح اسوي معكم اليوم رز حساوي. فانتظروا طريقتي، شوفوا كيف راح اسويه. طبعا اول مرة اجربه. أول شيء الحين برتب المواعين بالغسالة، وأصلح قهوتي، وأجهز مكونات الغداء. يلا خلوكم معي. طبعا كيف وصلني رز الحساوي؟ طلبته من موقع، طلبت لومي، طلبت مخلل، طلبت رز. أسعاره مرة حلوة، كله طبيعي وشغل السنة هذه. المخلل صراحة طعمه مرة عجبني صراحة، طعم لومي أسود، ما توقعت طعمه صراحة كذا، يعني توقعت نفس الليمون العادي اللي في المحلات وكذا، لا بس طلع طعمه ما شاء الله مرة لذيذ. فهذا الرز اللي راح اسويه اليوم، كاتبين هنا الطريقة، بس طريقته عادية اتوقع، طب يعني ينطبخ طريقة عادية يعني. ف يلا انتظروني اجهز المكونات وارجع لكم. والحين جهزت مقادير الرز الحساوي، بتساعدني ليونة في الطبخ. ويلا خلوكم معنا. بدينا كشنة الرز، زيت وثوم وبصل، بس زيت شوية من البهارات من الدجاج. شوف خلاص خلاص، خليه يكشفنا لحد ما يتحمر. حطينا البهارات والملح والبهارات. يلا الحين نحط ايش؟ الدجاج. وهنا خلاص اضفنا المكونات، الدجاج. طبعا الوصفة مرة سهلة، انت بس حط كل شيء على بعض وخلاص. لا لازم يتحمر. اي بس انت يعني حتى بعد ما يتحمر حطوا كل شيء على بعض. حطوا خلاص الحين بس بقى نقع الرز. يلا خلوكم معنا. ما نقعتي؟ لا بضيف مويه الحين، اخليه شوي مويه تغلي، بعدين اخليه اضغط تقريبا 20 دقيقة، بعدين احط الرز. علمونا يا اهل اليوتيوب اللي معنا من حساء، كمية الرز هي تتضاعف نفس الجريش؟ طبعا حطينا كوب ونص. يعني تتضاعف كميته كبيرة ولا نفس الرز العادي؟ هذه أول تجربة وما أدري والله كيف. أزيد نص؟ أحس إنه يتضاعف مرة يعني، تجي كمية أكبر يعني. خلاص لا خلاص. يلا خلوكم معنا نكمل باقي الخطوات. وهنا وقت أحط الرز. طبعا ما غسلته، بعد ما غسلته نقعته تقريبا كم، هو يحتاج مويه كثير بس ما أدري الكمية اللي تكفي ولا لا، ما أدري إيش أبتدي أزود شوية. ويلا خليكم معي. وهنا لسه مستوى الرز باقي، احس يبغاله شوية، باقي يبغاله موية زيادة. وهذا الشكل النهائي، لسه في شوية موية بس خلاص اتوقع كده استوى. ما شاء الله تبارك الله استوى كويس. وعلينا وعليكم بألف عافية. طالعين مشوار. طبعا هذه أول طالعة لي وأنا تعبانة.
لما كانت تعبانه فتره راحت ولا بعد يوم رحنا في الشارع طالعين نحط اشياء بسيطه من المول مفاجاه وراجعين ايه ورجعت البيت والحين وقت تجهيز عشان البنات فقلت خلني اصلح دائما يحبون العشاء شيء خفيف بما ان اليوم اكلنا ما شاء الله ايش حساوي وكان يعني ما شاء الله دسم شويه راح اسوي سلطه الجبنه الفيتا يلا خليكم معي تابعوا الخطوات والحين اضفت الفلفل الاحمر البارد خليه شوي يتحمص عشان يذبل شويه واقدر افرمه مع الجبنه بس انتظر يتحمص شويه يعني ما ياخذ 5 دقائق هنا جهزت الفلفل والزيتون والجبنة زيت الزيتون هو يعني طبق حلو وقت الزنقة أحد جوعان مثلا في الليل في الصباح على طول حطيت توست يلا ايش هذا؟ جات الشيف لين ما رديتها كان عندها واجب ولا ما شفت بعد خلاص روحي روحي لفكم والله وصفة فرن علي وش سوي؟ هنا ضفت الجبنة طبعا حطيت علبة واحدة حسيت انها صغيرة فبفرمها هنا واشوف اذا احتجت اضفت من هذه اللي هنا الحين خلاص فرمتها بحطها هنا في البرطمان قزاز وبضيف عليها هذه طبعا اللي حاب يضيف بقدونس وكزبرة شو اسمه شبت بعضهم يضيف ذرة بس انا ما راح اضيف اشياء كثير بس بحط هذا الفلفل والزيتون يلا خلوكم معايا وبكذا وصلت إلى آخر نهاية المقطع نهاية فلقنا اليوم ولا تنسون اللايك أهم شيء اللايك والاشتراك وإلى اللقاء نشوفكم إن شاء الله في فلق ثاني مع السلامة